السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة نوريتش. بالرغم من تطور الجيوش في العالم الآن، وجود أسلحة فتاكة تستخدم في الحروب زي أسلحة الدمار الشامل، إلا إن في جيوش قديمة تتميز بأنها تبعث الشعور بالرعب الشديد في مواجهة أعدائها. وليكن بعض من هذه الجيوش التي أرعبت العالم قديما. قوم الأستك في المكسيك، معظم المؤرخين كانوا بيقولوا ان معظم حروب الأستك في القرن الخامس عشر كانت بسبب تقديم القرابين البشرية للآلهة. وزمان كان من المعتاد تقديم القرابين علشان استمرار الحياة، لكن الأستك كانوا من اكتر الجيوش والبشر اللي بيقدموا قرابين بشرية، وصلت انها بقت بشكل يومي لاعتقادهم انهم لو ما عملوش كده هيموتوا كلهم. وصلت بيهم الدرجة انهم بيكونوا قاصدين انهم يجرحوا اعدائهم في الحروب بدل ما يموتوا، علشان ياخدوهم بعد كده ويقدموهم قرابين للآلهة. فلك ان تتخيل بقى حجم الرعب اللي بيبقى في قلوب الاعداء اللي بتواجههم. ومش بس كده، دول كمان اخترعوا آلة مزمار على شكل جماجم، دي كانوا اما بينفخوا فيها ساعة الحرب كانت بتصدر صوت صراخ علشان يدخل الرعب في قلوب اعدائهم. اختلف المؤرخين على عدد القتلى اللي قام الأستك بتقدمهم كقرابين من الحروب. بعضهم قال حوالي 30,000، والبعض الاخر ادعى انهم وصلوا الى عدد 200,000 جندي، وده عدد كبير جدا كان كفيل اللي هو يدعو للرعب في الوقت ده. الموري او السكان الاصليين لنيوزيلندا، قبل وصوله الاوروبيين ليها اشتهر عنهم تعطشهم للدماء، لدرجة انهم كانوا بياكلوا اعدائهم اكل حرفيا مش مجازيا، كانوا بياكلوهم فعلا. وده نتيجة اعتقادهم انهم بالشكل ده هيحصلوا على المعنى من اعدائهم، والمعنى دي كانت جزء اساسي في عقيدة الموري انها بتخليهم اقوياء واشداء بيها. ولو كل ده مرعبش الاعداء، يكفي قبل المعارك اعدائهم يشوفوهم بيستعدوا للمعركة برأسة الهجة، وهي رأسة شهيرة عندهم بيأدوها بشكل جماعي متناغم، عبارة عن استعراض لقوتهم وعضلاتهم واصدار اصوات مرعبة ومخيفة ودبدبة رجليهم على الارض بشكل جماعي، كفيلة انها تدخل الرعب في عيون اعدائهم. ده بجانب معرفتهم انهم من اكل لحوم البشر علشان يحصلوا على المعنى. المغول وحشيتهم والدمار اللي ادخلوه على كل البلاد اللي دخلوها بالاضافة الى مهاراتهم الحربية، ده اداهم سمعة وسط الامم والجيوش، ساعدت على فرض سيطرتهم وهيمنتهم على اكبر الاراضي المتصلة لامبراطورية واحدة في التاريخ. من اهم ما كان يميزهم هو مهارة رماة السهام من على الخيول، كانوا بيتمتعوا بدقة شديدة في تسديد السهام بالرغم من سرعة الخيول في الجري اثناء المعركة. ومن الأشياء اللي أدخلت الرعب في أعدائهم هي وحشيتهم، لأنهم كانوا بيعذبوا سكان البلاد اللي بيدخلوها وبيغتصبوا النساء ويقطعوا أرحام النساء، وكمان بمنتهى الوحشية كانوا بيدمروا كل مزار الثقافة زي ما حرقوا مكتبة بغداد. كانوا بيستخدموا الأسرى كدروع بشرية أو يرموهم في الخنادق علشان يمهدوا الطعون. ومش بس كده، دول استغلوا وجود وباء الطاعون وكانوا بيرموا الأسرى اللي عندهم طاعون بالمنجنيق على الجيوش اللي أمامهم علشان ينشروا بينهم العدو. وما كسرش شوكة المغول ووقف نزيف الدم اللي اتسببوا فيه ده غير المماليك المسلمين في موقعة عين جالوت بقيادة سيفيديكو، جحافل الجيوش الرومانية. بسبب غنى الامبراطورية الرومانية في الوقت ده ادى لان جحافل الجيوش الرومانية كانت بتحصل على اقوى الدروع والسيوف، عددهم كان كبير جدا طبعا، وده الكبر الامبراطورية بتاعته. تنظيمهم الشديد كان بيدخل الرعب والخوف في قلوب اعدائهم، بالاضافة لتكتيكات حربية كانوا بيستخدموها كانت بتمنع اي اذى يوصل للقوات بتاعته في المعركة. وهي زي الحالة الدفاعية بالدروع، كانوا بيكونوا حائط صد بالدروع قادر على منع وصول اي سهام عليهم، وفي حالة الهجوم فكثرة عددهم وتنظيمهم كان كفيل بارهاب اعداء. الخالدون دي كانت فرقة مكونة من 10,000 جندي في الجيش الفارسي، كانوا بيتسلحوا بالسيوف والسهام والدروع والخناجر وكل الأسلحة، وزيهم كان كله موحد. أطلق عليهم لقب الخالدون ده نسبة للمؤرخ الإغريقي هيرودوتس، وده لأنهم كانوا أول ما يموت منهم أي حد في المعركة كانوا بيبدلوه فورا بجندي تاني مكانه بنفس الزي ونفس التسليح، وكانوا بيحرصوا على عدم تواجد أي جثث منهم في ساحة المعركة أو القتال. ومش بس كده، كانوا بيسحبوهم بعيد عن المعركة علشان يوصلوا للأعداء إنهم خالدون وعددهم زي ما هو مش بيتأثر بالمعركة ومحدش فيهم بيموت أصلا. الفكرة دي بعد ما عدد كبير من جيوش العالم صدقوها كانت كفيلة انها تدخل الرعب في قلوب كل اللي بيواجهوه. الفايكنج كانوا كابوس حقيقي للأوروبيين،
وده في بداية القرن الثامن الميلادي إلى منتصف القرن الحادي عشر. ده لأنهم كانوا بيتسموا بالوحشية المفرطة وتعطشهم للدماء، وإن عقيدتهم كانت قايمة على إنهم لازم يواجهوا ويحاربوا أعدائهم ببسالة ووحشية شديدة، لأن الموت أثناء المعركة هو بوابتهم لدخول فالهالا علشان يدخلوا في المعركة الأسطورية المعروفة باسم راجناروك. وبسبب كده كانوا بيحاربوا بمنتهى الوحشية أثناء المعارك، لدرجة إنك تقدر تقول إنهم اتحولوا في طبعهم إلى آلات قتل وحشية غير آدمية. وكانوا بيتميزوا ببنيتهم الضخمة بجانب لبسهم الخوذ بيتحطوا فوقيها قرون شكلها مخيف جدا للأعداء. الإسبرتيين، تقدر تقول إن الإسبرتيين ما كانش عندهم أي مهن في حياتهم غير المحاربين، وده خلاهم أقوى وأمهر وأهم جيوش في التاريخ في الفترة دي. المجتمع الإسبرتي كان قايم على القسوة والحزم وتنشئة أجيال من المقاتلين ما تعرفش حاجة في حياتها إلا القتال. من عاداتهم إنهم أما طفل إسبرتي بيتولد بيتحط في النبيذ، وده لاعتقادهم إن الطفل ده لو ضعيف وحطوه في حوض النبيذ هيتشنج ويموت. ده طبعا كان اعتقاد خاطئ جدا. وبعد كده ياخدوه لو عدى الاختبار ده كبار السن يفحصوه ويشوفوا لو جسمه سليم او فيه اي تشوهات او عيب خلقي او ضعف، وبيحدفوه من اعلى تل جبلي عشان بالحالة دي هو لا يصلح للقتال. اما بيوصل الطفل ل7 سنوات بيتاخد من حضن امه وبيتحط في برنامج الاجواجي، واللي بيعتبر من اعنف الاساليب التدريبية للمقاتلين على مر التاريخ كله، واللي من خلاله بيتجهز الطفل بعد كل الاختبارات الشديدة والتدريبات الخطيرة والمميتة دي علشان ينضم للجيش الاسبرتي الجبار. الجيش الاسلامي يعتبر ده الجيش الوحيد اللي ما تأثرش بكل الجيوش دي وما ترعبش او خاف منه، بالعكس ده هو اللي رعب ودخل الرعب في قلوبهم في معارك الفتوحات الاسلامية اللي تعتبر اشرف المعارك على مر العصور. بعد نزول الدعوة على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتأسيس الدولة الاسلامية في مكة والمدينة ووجود الخلفاء الراشدين بعده، قدم الجيش الاسلامي نماذج مشرفة وقوية جدا في المعارك، وقدم اساليب قتالية وتنظيمية وتكتيكية في المعارك كانت كفيلة لبث الرعب في قلوب الأعداء. ده غير السبب الأساسي والرئيسي وهو الإيمان للجنود المسلمين وتصارعهم على نيل الشهادة. فلك أن تتخيل كده أنك داخل على الجيش كله بيتصارع وبيتسابق على أنه ينول الشهادة ويموت في المعركة. في القرن السابع الميلادي بدأت الفتوحات الإسلامية بقيادة أبو بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وبقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، ومن بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نجح الجيش الإسلامي بالانتصار على الفرس وبقوة مشكلة من 40,000 مقاتل ضد جيوش الروم المكونة من 240,000 جندي. نجح المسلمين في أول انتصارات خارج جزيرة العرب في معركة اليرموك. وفي منتصف القرن التاسع الميلادي دخل الفايكنج الإشبيلية، بالرغم من أن ملوك أوروبا كانوا وقتها بيقدموا صناديق الذهب للفايكنج عشان يسلموا شرهم، أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط رابع أمراء الدولة الأموية بالأندلس بتشكيل جيش لصد عدوان الفايكنج، وبالفعل هزمهم وطردهم من البلاد. وما يخفاش علينا طبعا أن المماليك عام 1260 ميلاديا وقفوا زحف المغول في معركة إنجل. مش بس كده، دي المعركة دي كانت أول هزائم للمغول اللي أدت لتشتتهم وانقسامهم ونهاية أسطورتهم بعد ما كانوا بيرهبوا العالم كله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.